مبروك التعادل طبعا، ومبروك الوصول للدور الرابع النهائي طبعا. كانت مباراة النهارده يعني مهمه بالنسبه لنا ان احنا نختم الدور ده بالمكسب ده والاداء ده. الحمد لله ما خسرناش، الحمد لله صاعدين يعني بمجهوداتنا، مش بنبص النتائج اي حد. الحمد لله النهارده اللعيبه ادت اللي عليها النهارده وقدم مباراه كويسه جدا وفرحوا الجمهور. زي ما قلت ان دي مرحله وخلاص عديناها طبعا، وان شاء الله بنفكر في المرحله الجايه طبعا. الماتش كنت مهم طبعا ان احنا نحقق النتيجه هناك طبعا، هتفرق معانا طبعا في العوده. فربنا يكرمنا زي ما احنا ماشيين كده بالاداء والنادي كده ان شاء الله. اول حاجه طبعا بقولها مبروك للفرقه النهارده على الصعود المركز الاول. الحمد لله قدرنا نحقق اللي احنا جايين عشانه، ده اللي كان الغرض اللي احنا جايين عشانه، ودينا نحاول الحمد لله. الفتره الجايه طبعا فتره صعبه جدا، اتمنى التوفيق الفتره الجايه دي ان احنا نقدر نحرز اللقب تاني على التوالي. فاتمنى باذن الله الفتره الجايه يبقى في توفيق من ربنا وفي اجتهاد اكتر من الفتره اللي فاتت. مرحله المجموعات خلصت، دي مرحله خلاص عديناها، نفكر في المرحله الجايه الاخيره. فاتمنى باذن الله ان الدور قبل النهائي باذن الله يبقى دور بالنسبة لنا بإذن الله. زي ما بقول لك احنا كان هدفنا ان احنا نطلع المجموعة، نسهل علينا المشوار بعد كده. هنلعب فرقة القطن، ماتش مش سهل، فرقة كويسة. اكيد لما نرجع مصر اكيد الجهاز الفني هيشوف السلبيات والايجابيات بتاعت الفرقة، واكيد هيقدر ينهي لنا وهنشتغل عليها الفترة الجاية. فاتمنى بإذن الله ان احنا نبقى موفقين الفترة الجاية ونقدر نحرز البلاك اب بإذن الله ان شاء الله. الاهلي ديجيتال سيكون دائما معاك.